عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا يا أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم لدينا فائدة لغوية، وهي لماذا سمي السفر بهذا الاسم، وأيضا فائدة حياتية نذكرها مع الشيخ سعد بن تركي الخثاني في فقرة تعريف كتاب السلسبية في شرح الدليل. يقول: السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة، سمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح بارزا. ومنه قول الله تعالى: والصبح إذا أسفر، يعني إذا تبين وظهر. وقيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يبينها ويوضحها، فإن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا سيرته إلا بالسفر معه. وقد جاء عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشهادة، فقال له: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك، ائتي بمن يعرفك. فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. فقال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. فقال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ فقال: لا. قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ فقال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الاخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال الرجل: ائت بمن يعرفك، فرده لانه لم يحتك معه. يعني قال: فالسفر يبين اخلاق الرجال ومعادن الناس، فكم من انسان تراه ولا تعرف عن اخلاقه ومعاملاته حتى تسافر معه، ولا سيما في الزمن الماضي لما كان السفر على الابل والرواحل ويستغرق وقتا طويلا ربما يصل شهورا فتتبين اخلاق الرجال، لكن في وقتنا الحاضر ربما لا يتحقق مثل هذا كما كان عليه الأمر في السابق. ومع ذلك فالسفر في الوقت الحاضر خاصة إذا كانت مدة طويلة يبين ويسفر عن أخلاق الرجال. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. ولأن السفر مظنة للمشقة حتى في وقتنا الحاضر، ربما وسائل المواصلات الحديثة حيث يتعرض الإنسان لشيء من المشقة والتعب في السفر، والله أعلم.